إذا ما تحدثنا عن فعاليات معرض الصحة العربي 2023، فقد كان من دواعي السرور أن يكون شركاؤنا آيسونو هيلث متواجدين في حدث الرعاية الصحية الأكثر تأثيراً في الشرق الأوسط. هل سنحت لكم الفرصة لزيارتهم في جناحنا؟ Hi everyone, this is Maryam Ziyai, co-founder and CEO of Aisona Health. We're here at Arab Health with Abdul Latif Jamil. We're excited to showcase our technology for bringing breast imaging to women everywhere. Our technology is an AI-driven platform with an automated ultrasound, we're excited to be at Arab Health and hope to see you at the booth. خلال معرض الصحة العربي 2023، أعلنت شركة عبد اللطيف جميل للرعاية الصحية وشركة آيسونو هيلث عن تعاونهما الاستراتيجي لطرح تقنية فحص الثدي بالموجات فوق الصوتية المبتكرة من آيسونو هيلث لملايين النساء في أكثر من 30 دولة في جميع أنحاء الجنوب العالمي. نجح جهاز فحص الثدي أتوسا المحمول والقابل للارتداء ومنصته البرمجية القائمة على الذكاء الاصطناعي في اجتذاب إقبال كبير على منصة عبد اللطيف جميل للرعاية الصحية من جانب الأخصائيين الطبيين وأفراد الجمهور على حد سواء. يقوم جهاز أتوسا القابل للارتداء بمسح الثدي بالكامل بالموجات فوق الصوتية في غضون 15 دقيقة، وهو ما يعد بذلك أكثر ملائمة وراحة وأقل إيلاماً من أجهزة التصوير الشعاعي للثدي التقليدية. إن تصميمه المحمول للغاية واستخدامه السهل الذي لا يحتاج إلى مشغل مدرب يجعله مثالياً للسكان القانتين في مناطق نائية أو متناثرة في جميع أنحاء العالم الجنوبي الذي يعاني من محدودية الوصول إلى تقنيات فحص سرطان الثدي. خلال مؤتمر الصحة العربي، توج فريق آيسونو هيلث أيضاً بالمركز الأول في مسابقات حوارات إنوفيت للشركات الناشئة والتقنيات الجديدة.